رتيبي يا رتيبي وينك؟ لك رتيبي؟ لا ما في حدا؟ وينك؟ وين مازا؟ فوتي اختي فوتي. خير يا طير، شو اللي رجعكم بكير؟ يا بي طلعنا من بيت البيك. شو عم تحكي وليه؟ طلعتوا من بيت البيك؟ لك بس لقيادي مشان تشتغلوا. يا بي يعني نشتغل نحن عندهم غصب عنه؟ وشو مخبصين معه؟ يا بي والله ما خبصنا، بس هي الخانم كثير مأزعه وشايفه حالها عرايحه وجايه بتبهدل فيني. شوفي يا مو شبكوا ليش هيك صوتكم طالعه؟ انت اسكتي ما دخلك، تركيني افهم القصه. يعني نحن بدنا نضل عم ننزل وعم تنهان كرامتنا مشان هذا اللي عم تشربه؟ ولا اقسم بالله العظيم اذا ما بتسكر بوزك لا دعوسك، سمعان ولا؟ امتى الحساب؟ هلا بكره. هلا بكره؟ وانا شلون بدي دبر حالي؟ بدي اجيب البسطه، بدي مصاري، بدي اشرب. لك لا نحن ننزل وننهان وانت عود سكار هون. عم ترجعوا ابو بوشي يا كلب، لا تمد ايدك علي انا ما عدني صغير. دخلك يا رجال ما بيصير ابنك صار شب ما بيصير تضربه. ايم ايدك انت واحد كلب بنت اهل امك ولا؟ شو عم تحكي انت؟ شو عم تخبص؟ ما بيصير تحكي شو الحكي هاد. لا ستي بدي احكي، بدهم يعرفوا انه هاي مو ابكم. لا تردوا على ابوكم يا مو، ابوكم سكران والله سكران. لا ستي مالي سكران. اسمعوا لا هي شايفها هي؟ هي مو امك وهي مو امك. لا 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 ما تصدقوهم شان الله. لا ما بيصير يا ابو مهران ما بيصير تحكي. لا بصير ولازم يعرفوا الحقيقه. الحقيقه اسم امكم بديعه جابت لي اياكم ومشان احرق لي قلبها اخذكم وطلعت من الحاره كلها وجيت على هي الحاره وتجوزت هي المخلوقه اللي اسمها رتيبي يلي هلا هي بتكون مرت ابوه. صحيح هذا الحكي يا ابو؟ عم تسالك اذا هذا الحكي صح ولا لا؟ ايه صح، لانه الله ما طعمني الخلفه بس حبيتكم وسهرت عليكم بنور عيوني وما حسستكم ولا مره اني ماني امكم. حسستكم شي مره اني مالي امكم؟ لا ما حسستينا، بس ليش تخبي علينا؟ ليش؟ لانه ما صار الوقت، ما صار الوقت. لا ستي صار الوقت يعرفوا كل شيء. الأحوال يا عم انت بتضلي امنا اللي ربيتينا وتبدي علينا. طيب طيب وينه؟ وينه ابنا؟ مين هي؟ وين ساكنه؟ ما بعرف ما بعرف. انا بعرف وين عايشي بس ما رح لكم وين. بعدين حاجه عواطف مشلخه وبلا طعمه. أنا رايح لعند البيك جيب منه مصاري. بعيد. يا أمو أنا بعرف إنك بتعرفي وينها، مشان الله قليلي مني. شو أمرت مهران أفندي؟ قلت لي ما بدك تشتغل عند البيك، مو لا عند البيك ولا عند حدا تاني. من الآخر أمي بديعة بدنا نشوفها. سمعتي شلون عم تشفتر؟ ايه سمعاني، وانا اللي قلت له اعمل هيك. خلصنا يا رجال خلصنا، ما هن عرفوا الحقيقه ولازم يشوفوا امهم. ايوه طلعتي متفقين انت وياهم علي. هنك عم نقول لك بدنا نشوف امي. شو انت ما بتخاف الله حارمنا من بعض؟ امك اتجوزت وجابت اولاد غيركم. حلو، عم تتابع اخبارها للست بديعه؟ ايه ستي متابع اخبارها،
لو مو متجوزة وجايبة أولاد كنت رجعتها. يا أبي الله يخليك، ريح قلبي أنا وهالبنت وخلينا نعرف وين أمنا. لا سيدي ما رح ألكون. يا أبو محرم خاف الله، حرام، عرفوا الحقيقة لازم يشوفوا أمهم، ما بيجوز من الله. كرمالي كرمالي يا أبو مهران، كرمال التعب يلي تعبته معهم كل هالسنين، كرمال التعب يلي تعبته معه. ماشي رتيبي، كرمالك رح ألكم بينكم. أنتوا مين؟ مو ستي أم بديعة؟ إيه أنا. أنتوا مين؟ أنا مهران وهي أختي مهيرة أولاد بنتك. يا عمري أنتوا أولاد وديعة تقبروا قلبي إن شاء الله. ستي أبي كان مخبي علينا الحقيقة. أبوكن اللي ما بيخاف الله. ستي مشان الله أنا بدي أشوف أمي وهلا. يلا تعالوا فوتوا. قوام إن شاء الله صرتي أحسن. الحمد لله يا أبو أحسن. أحسن ألف الحمد لله. حبيبتي جبت لك الخدامة اللي طلبتيها. إيه كتير منيح. وينها؟ ليك بأرض الديار. فوتي يا بنتي، فوتي حبيبتي. بس هي مو صغيرة كتير؟ أنا بدي وحدة أكبر منها. لا منيحة هي وأخوها كتير مناح. فوتي يا ابني. مين هذا اللي بده يفوت يا أبو؟ أنا بلغتها. معلش حبيبتي ما في لزوم للغطا. هدول مخدامين، هدول ولادك. يا الله تبريني يا عمري. بس وعد بعد مفارق. لك فراق مين يا روح امام؟ لك من هدول؟ هدول ولادي ابو سعدون، مهران ومهيره. ولا تذكروا انه صار عندهم هم؟ ما كنا بنعرف. ها احمل حالك من اللي عنده اختك ومشي. يلا ما نشوف خلقتكم بهالبيت النوبه. ابو سعدون شو هالحكي؟ بديعه ما بدي اسمع ولا كلمه، انت مريضه، لا تخليني اطلع عن طوري. يا طول بالك يا صفري. مرت عمي انت خليك على جنب، الله يخليك يا. ايه بس الاولاد بدهم امهم. وامهم ما بدها ياهو. لا مين قال لك ما بدي ولادي؟ بدي ولادي. ولك هدول مو ولادي، هدول ولاد السكرجي. عمي لا تجيب سيرة ابي هيك. لا تقول عمي ولا حمل اختك ولا العموش. يلا اقعدوا برا. يلا يا مو مشان الله. عملكم لبرا. لك لبرا. ابو سعدون بوس ايديك. لك انا ما صدقت امتى شفت ولادي قدامي. طولي بالك يا مو. طولي بالك يا امي. بدي ولادي يضلوا جنبي. الله يوفقك. ان شاء الله يا امي. ان شاء الله ان شاء الله يصير اللي بدك يا ربي. صحة يا قلبي، صحة يا قلبي. شو ما بحس ما عنده قلب. لك معقول خلينا ننحرم من شوفة امنا اللي انحرمنا منها ايام وسنين؟ ليش ابوكي بشو احسن؟ مو حرمنا امنا بس لانه بدها تتجوز واحد غيره؟ معها حق ما ترجع له لانه ابوك ما بيتعاشر، مقضيها سكر ومشروب، وبيخلينا نشتغل بالخدامه والزل بس مشان يشتري السم الهالي تبعه. امشي اختي امشي. قلنا امشي. سمعتي يا رتيبي؟ عالم قال له عن جوز الهند. الله لا يقيمك لا انت ولا اختها. لك ما قلت لكم لا تروحوا. قلعنا وما لحقنا نشوفه. معلش يا عمو معلش. خلاص بتشوفوه مره ثانيه ما صار شيء. تستاهلوا. والله يا عمو مثله مثل ابي. شو ابوك ولا؟ لا والله سلامتك. معيشنا بالفقر والذل وحارمنا من امنا وعم تقلي شو ابوك؟ خلصنا يا عمو. ليش انا بشو مقصره معكم؟ يا عمو انت ما قصرتي بشي، بس اللي عمله ابي حرام وظلم. بلا علاقة مصدي ولا بلا علاقة. ميل حالك انت واختك ورجالة عند البيك. انا حكيت معه مشان ترجعوا عالشغل. يا ابي انا ما عاد بدي اشتغل خدامة مشان الله. عند البيك ما رح نشتغل، واختي ما رح تشتغل، وامي بدي روح تشوفها.
يخليك مهران حبيبي. طولوا بالكم حاجة يا طبقة. يا مو بدي شوف أمي لشو ما بده يصير يصير. امشي مهران امشي قدامي. مهران لك عيلي تركي خليها ولدي. هذا الولد مشفتر بده مين يقتلو قتلي حشو لك. قومي قومي داب قلبي من خيار وما حطيني بشي لك. أنا بدي أشوف أمي لو شو ما بده يصير يصير. أمشي هنن كلمتين وما في غيره. أمي هلأ بدي أشوفها يا أما حتشوف شي ما بيعجبها. فوتوا فوتوا فوتي يا اختي. امكم ماتت من القهر. وين رحتي وتركتينا يا امي؟ وين رحتي؟ لا لحقنا نشوفها ولا نحكي معها. أنا الحق علي، إن شاء الله تسامحوني، إن شاء الله تسامحوني. لك مثل ما عمل لك، هذا أبو غالب رجعان ومعه أموال ما بتاكلها النيران. لك صاحب الحنتور اللي وصل له الذهب على البيت قال هو عم ينزلهم للقفاف طلعوا 40 قفة ذهب. لك تخيلي 40 قفة ذهب، هذا غير المستور اللي ما بنعرفه. ايوه وما قال شو بده يعمل بهي المصاري؟ يعني ما حكى قدامه؟ على هوا قوله قال بده ينهض بالحارة ويخليها تتقدم وتتحضر وراح يبني مدرسة وجامع خاص نص لأهل الحارة. وقال كمان انه ما بده يخلي لا فقير ولا محتاج الا ويساعده، بده يوزع لهم كلهم صرار من الذهب. يعني جاي ومعبي راسه مشاريع. ابن عمي ونحن شو راح يطلع لنا من كل هاد؟ يعني معقول نشوف كل هالخير والرزق وما نلحس اصبعنا؟ لا يا بهية ولو ما بتعرفيني إيه نحن بده يطلع لنا اكثر شيء. بكره بتشوفي. هيك ها؟ الله يخلي لي اياك. يعني والله ما عم تزبط معي يا زعيم. نشوف الخيرات والرزق عم يتوزع قدام عيوننا بدون ما نعمل شيء نستفيد منه. بعدين تعال قلنا نحن مسخرين حالنا ومشهورتنا واموالنا احيانا لخدمه اهل الحاره، فما لازم يطلع لنا حصه مثلنا مثله. صح كلامي ولا لا؟ والله عم تحكي صحيح يا مختار، وبحب طمنك انه نحن حصتنا رح ناخذها على دوز بار. بس ما لازم ابو غالب يعرف بهذا الشيء لانه شفته قديش مصر انه ما حدا يستفيد من هي المساعدات الا الفقراء والمحتاجين. وشلون هي بقى؟ اشرح لي اياها يا زعيم. اذا كان ابو غالب رح يوزع الصرار بايده سهله وبسيطه ما فيها شيء. الحل عندي اخي، نحن منحط اسماء وهميه ومنجيب لنا كم درويش على باب الله ومنحفظهم أسماءهم الجديدة ومنخليهم يوقفوا كل واحد منهم ياخذ سرة الذهب وبعدين بناخذهم منه ومنعطيهم اللي فيه النصيب. يعني كل واحد كم برغوت بيمشي الحال. بيت أبو محمد الشعلاتي، بيت الدايم محمد الشعلاتي. يا لطيف كل هدول شو هاد يا مختار؟ ما لك ملاحظ انك مكتر اسماء قرايبينا؟ يعني بدك تكشفنا قدام ابو غالب؟ لك ما راح يعرف حدا، شو نسيان انه ابو غالب صار له 20 سنه برات الحاره؟ ما راح يعرف حدا ولا راح يشتلي. اسكت اسكت لك وجهك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هي سلة الذهب جاهزة، معيتكم بدنا نوزعها على المحتاجين بدون أي استثناء. الله يجزيك الخير يا أبو غالب، والمحتاجين والفقراء تبع الحارة على وصول، وهي أسمائهم مكتوبة هون، تفضل وزع لهم بإيدك يعني. تفضل ارتاح له بينما يجوا. يلا تفضل تفضل. طمنوني عنكم، انتو شلونكم شو اخباركم؟ الحمد لله ماشي الحال. الله يجزيك الخير. على العافية. الله وهيك يا جماعة الخير منكون خلصنا من توزيع اول سلة ذهب باذن الله. باذن الله طبعا ما رح خلي ولا محتاج بالحال. انبسط يا ابو غالب، هلا بيكون الدراويش عم يصرفوا بهالذهب وعم يدعوا لك. الله يقدرك يا ابو غالب، تعمل خير على طول الدهر، مو بس هلا يعني كمان وكمان. باذن الله الخير ما رح يوقف طالما الله رازق. باذن الله موضوع السله ما رح يوقف، كل بين فتره والثانيه بنوزع وحده. انا نادر ندر وبدي نفسه. الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير ويزيدك من نعيمه. الله يقدرك توفي ندرك ويزيدك من نعيمه يا ابو غالب. والله الشيء اللي ساويته ما حدا سواه، ما شاء الله عنك، يعني هالفعل الخير هاد بهالكم الهائل ما حدا سوا. الله يرزقك ويحميك ويعطيك على قد نياتك يا ابو خالي. امين يا رب. نسيت ولا اسم من اسماء المحتاجين اللي وزعت لهم اياهم السله الماضيه؟ طبعا طبعا، بعدين نسيان انت انه انا حافظهم مثل اسمي، نحن كل عيد بنوزع لهم اكل وشرب وملبوس بدن وهيك شيء يعني. طالما هيك انا ملاقي انه لازم نوزع سله ثانيه. عين العقل يا ابو غالب، الله يرزقك ويقويك على فعل الخير، والله انك زلمه معدل وكريم وما في منك. وطالما بدنا نوزع مرة تانية، أنا شايف إنه هالمرة لازم نغير، يعني بدنا نوزع لكل محتاج كيلو طحين ونص كيلو تمر. طحين تمر؟ معيتك زعيم، بس بدي منك سجل لي أسماء المحتاجين مرة تانية. إيه من عيوني تكرم. الله يجزيك الخير. أنا بسجل له ياهو. لا كل شيء بيصير مثل ما بدك إن شاء الله. يلا سلام عليكم. عليك السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو بقول ليش غير حاله؟ ما بعرف. طحين وتمر. ما بده يوفي ندره؟ حضرتك ابو الصيف الحبوباتي؟ اي نعم انا. تفضل اخي تفضل، هي حصتك. شو يا مختار؟ على ضرر الدهب ما بتندهولنا وعلى كمشة هالطحين وكم تمرة بتحطوا اسمانا؟ يعني ما بدكم تشاركونا بهدوليك؟ فبتعطونا هدول؟ أبو الصيف وحد الله وارضى برزقتك من رب العالمين وروح على بيتك وبكره مثل هذا الوقت ارجع لعندك.
لا إله إلا الله. خلاص توكل على الله. يلا يلا أبو سطيف كسر كسر. قول الحمد لله. الله يجزيك الخير يا أبو غالي. شو مختار؟ كأن المحتاجين عندكم بالحارة بتغير أسماءهم بين يوم والتاني. شو هالحكي هذا؟ لا بدنا نقعد نفتش بعض. خلاص المهم أنت وفيت ندرك ووزعت رزقك على العالم والعالم انبسطوا منك وأنت عملت خير وارتحت. وهلا بعد إذنك يعني صار نحن بدنا نرجع لأشغالنا وأعمالنا ونعتبرها صفحة وطويناها. لا زعيم، ما فينا نعتبرها صفحة وطويناها. لأنه اللي عملته أنت والمختار المرة الماضية بتوزيع الذهب اسمه غش. أنتوا بدل ما توزعوا الذهب للناس المحتاجة اللي أنا قلت لكم روحوا وزعوا لهم إياها، رحتوا وزعتوهم لأصحابكم وقرايبيكم ومحبينكم، وجبتوا ناس من برات الحارة خليتوهم يستلموا الصرار ونولتوهم براني وأخذتوهم. مضبوط ولا لا زعيم؟ ما بيصير هذا الحكي اللي عم تحكيه يا أبو غالب. ما بيصير ترمي تهمك علينا من دون دليل. اي صحيح، ما بيصير هيك تتهمنا بدون دليل. بعدين لك عمي نحن ناس شبعانين وسمعتنا مسك بالحارة، يعني ما بيصير تقطش وتلحش على كيفك. والله والنعم منكم، والنعم منك مختار، والنعم منك زعيم. الكن علي بكره فرجيكم الدليل. سلام عليكم. عليكم السلام. عجبك ايه؟ كله منك. ليش كله مني؟ ليش تحط لي اسماء قرايبينك؟ ما خليت حدا لما جبته رحت قدام الزلمه. يعني انت ما حطيت اسماء قرايبينك؟ بس مختار خلاص روح من تم ساكت. يلا توكل على الله. السلام عليكم. السلام. شو المصيبه هي؟ ايه سيد ابو غالب، هي التزمنا معك نحن بالموعد. وين الدليل اللي عم تحكي عنه؟ والله يا زعيم الدليل واضح وصريح وما بده اثنين يحكوا فيه. بكل بساطة هاي الأسماء اللي عاطيني إياها أنتو اللي وزعتوا لهم سرر الذهب رحت شفتهم واحد واحد كلياتهم من أولاد عمتكم وأولاد خالتكم، وإذا بعدتوا كتير من معارفكم، واللي قهرني إنه ولا واحد فيهم محتاج، كلياتهم ميسورين الحال. أما المحتاجين اللي أنا قاصدهم لساتهم مثل ما هني ما وصلهم شيء. كتر خيرك يا ابو غالي، هي ليكك امبارح وزعت لكل واحد منهم هدول الدراويش كيلو طحين ونص كيلو تمر، شو بدهم اكثر من هيك؟ يا مختار يا زعيم. لك انت لك روح الله يكتر خيرك ويخليك لهالفقرة والدراويش، لك روح الله يجبر بخاطرك ويزينك بعقلك ويزيدك من نعيمه. طول بالك طول بالك، كل هالشكر مشان كيلو طحين وشوية التمر. يعني والله لو طلع لك كنز مو هيك؟ مبلا مختار، لك مبلا طلع لي كنز بقلب كيس الطحين. شو؟ كنز؟ كنز شو؟ ايه زعيم، بقلب كيس الطحين اللي ما رضيتوا تبيضوا وشكم قدام قرايبينكم فيه، كنت حاطط سر الذهب قد سرتين من اللي وزعتوهن المرة الماضية. وأنا اضطريت أعمل هيك، لأنه لو مخبركم إنه بقلبه في ذهب، كنتوا بعتوه لقرايبينكم وتقاسمتوهن معهم. اما هيك الطحين والتمر ما بيوصل الا للفقير والمحتاج، وبهي الطريقه الصدقه بتكون وصلت عن حقها. لك روح الله يجبر بخاطرك، قسما بالله امبارح لما مسكت كيس الطحين ولقيت الذهب جواته، قسما بالله كانت اكبر فرحه بحياتي. لك روح الله يجبر بخاطرك. الله يجبر بخاطرك. هي الفرحة اللي عم دور وصلها لقلوب المحتاجين، هي السعادة اللي عم شوفها بعيونهم، هي اللي أنا بديها ومدور عليها. أنا هيك يا جماعة بكون وفيت ندري بإذن الله. أبو الصيف وغيره هن الناس المحتاجة اللي أنا بدي وصلهم الصدقة. مختار الطمع ما بينفع، والأهم من هيك إنه ما بيدوم. زعيم
ذاك المال المحتاج بحياته ما بيغني. عم تسمع مختار؟ ما بيغني. استروا ما شفتوا منا يا جماعة. سلام عليكم. ظهري الحقوني يا عالم، امي وينك يا امي؟ ظهري ظهري ظهري، لحقني يا ابن عمي. لك شو عملتي؟ لحقني، سحطت عن الدرجه يا ابن عمي، سحطت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انكسر ظهري على مهلك. قومي قومي قومي، مو قدراني مو قدراني. الله يهديكي الله يهديكي. روح روح جيب التاي. لا هلا بروح بجيبها. قومي معي. خايف على ولدي يكون صار له شيء. لا ان شاء الله ما بيصير شيء. قومي 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 على مهلك على مهلك. شوي شوي شوي. ظهري. حسبي الله ونعم الوكيل. اخي ظهري. اديني مالك. على مهلك ابن عمي، على مهلك. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. ما عم بقدر. يلا ما عم بقدر. يواش يواش يواش. يا رب ما يكون صار له شيء الولد، بيكون صار له شيء. لا ان شاء الله ما يكون صار له شيء. ظهري ظهري يا ابن عمي. طولي بالك طولي بالك. امشي ظهري امشي. يلا شوي شوي. ها يلا انا معك انا معك. يلا يا رب شوي شوي. ظهري يا ربي. على مهلك على مهلك. يا ربي دخيلك يا رب. على مهلك شوي شوي. يا ربي دخيلك. تعي تعي تعي. يا مرويدة شو قالت لك الدايم احمد؟ طمنتني انه الولد ما صار له شيء، بس انا لازم ضل متسطحه من هون لاولاد. يعني الولد ما صار له شيء؟ لا ابن عمي باذن الله ما في. الحمد والشكر لك يا رب. الحمد لله هيك ولا اكثر. طيب يا مو بلتقى عندك شيء بنت مستوره تجي تزبط لنا هالبيت وتزبطه وتنظفه لبين ما تقوم رويده بالسلامه؟ يا تقبرني شو هالحكي هذا؟ شو قلها طعمه تيجي وحده غريبه على البيت؟ شو بنا يا مو؟ ما سمعت الدايه شو قالت؟ رويده لازم تضل متسطحه ومرتاحه. اي انا بيجي لعندكم بزور وبدير بالي عليها اذا ما بتتضايقوا يعني. لا الله يسامحك يا مرت عمي. اي والله والله صدر البيت الك والعتب النا. طيب يا مو قومي كملي لبسك، خليني اخذك على بيتك تجيبي هالكم غراض، انا تاخرت على شغلي. ولا يهمك يا مرويده، بدك شيء نجيب لك معنا واحنا راجعين؟ سلامة قلبك يا مرت عمي، الله يخلي لي اياكي ولا يحرمني. الله يسلمك. يلا لا تشوف ملايتي. يلا على يلا. شو رويدة طمنيني، ان شاء الله مالك موجوعة. والله يا مرت عمي لسه ظهري ما عم احسن حركه، وانا خجلانة منك كثير والله، بس شو بدي ساوي؟ يا عيب هالحكي، لكينا ما احلانا قاعدين ومبسوطين عم نتساير. مرت عمي بدي اسألك سؤال وخجلانة منك. اسألي حبيبتي اسألي، هيك وهيك قاعدين. يعني أنا دايماً بسمع إنه الحموات بغاروا من الكناية، وبحياتي ما شفت كنة بتطيق حماتها إلا أنت. هيك يعني ولا مرة حسيت إنه أنت بتغاري مني؟ مين قال لك ما بغار؟ معقول؟ بتغاري مني؟ ليش؟ لك يا بنتي بكره ان شاء الله بيجيكي ولد، بتشوفي شلون لما بتكبريه وبتديري بالك عليه وبتسهري عليه الليالي لحتى يصير رجال، يقوم هيك بلمح البصر تيجي وحده ثانيه بتاخده منك. بتغاري ولا ما بتغاري؟ بس انا ما اخذته منك، انتوا جوزتوني اياه. ايه مزبوط، والانسان المؤمن لازم يفهم انه هي سنه الكون. كمان الحماية التقية لازم تعرف إنه سلمت ابنها أمانة برقبة مرته لتدير بالها عليه ويمشي مشوار الحياة. والكن الحبابة الظريفة الفهيمة لازم تعرف وتتأكد إنه الحماية ما حدا بيقعد مطرحها بقلب جوزها أبدا. الأم غالية يا رويدة، غالية كتير. طيب مرت عمي انت ايه ما بلشتي تغاري مني على ايما؟ هي مو غيره غيره، يعني هي غصه. يعني ما اكذب عليكي، انا بتمنى اوقات يجي لعندي وينام ونسهر سوا انا وياه ونقرقر مثل الاول، او اطبخ له شي طبخه هيك اقعد انا وياه على الغدا. بس سلمت امري انه يعني ما بيصير، خلص متى ما تجوز انا سلمته الامانه اللي هي انت، عشان تديروا بالكم على بعض ويحبك ويدير باله عليك مثل ما كان جوزي يدير باله عليه.
ايه رويدة خانوم، امتى بدك تشدي لي حيلك وتروحي معي مشوار لعند الجوهرجي؟ جوهرجي؟ ليش ابن عمي؟ لك شو ليش؟ بدنا ننقي لك اسوارة نقوط قومتك بالسلامة. الحقيقة أنا كنت اشتريت لك ياها، بس بعرف إنه ما بيعجبك العجب. ابن عمي؟ إذا طلبت منك طلب بتردني خايبة؟ لك أنا عيوني التنتين لك، مري بس. سوارة الذهب ما بدي اياها الي ابن عمي. لك على مين؟ يا مو شوفي لي هالسوارة مو حلوة؟ ايه والله بتاخذ العقل، هلا اذا شافتها رويدة بتطير عقلها. هي السوارة مو لرويدة، هي السوارة الك. الي انا؟ الك يا مو، ليش مين في اغلى منك عندي انا؟ لا تقبرني ما بيجوز. لشو أنا اللي بدي خلف ولا هي؟ لا تأخذيني يا يامو، والله أنا مقصر معك كتير، بس الدنيا طوشتني طوش. بدي إياكي تتأكدي إنه ما في حدا أغلى منك عندي بالدنيا كلها، وما حدا بياخد مكانك بقلبي. تقبر عيني، والله حكيك برد الروح. ضبيلي هالأسوارة وادعيلي الله يرزقني لجبلك فوقها الزينة. يا الله يرضى عليك إلهي، ما بيكفي إنك تذكرتني؟ شبنا يامو، انت مفضلي على راسي من فوق. شو نسيتي لما كنت تبيعي من ذهباتك مشان تشتري لي اواعي العيد؟ نسيتي ولا ذكرك؟ ايه بس انا بابي هون علي تلبسني اسواره وتشتري لي اياها، ورويدة لسه ما اشتريت لها ولا قطعة الذهب، لازم تشتري لها. يا ابو رويدة انحرمت حنان الاب والام، عاشت يتيمة وربيت يتيمة وعندها ياكي بصبر امها الله يرحمها. يا ابو بدي اياك تدير بالك على رويدة، بنت اصل وآدمية الله يرضى عليها إلهي. يا معينة عيني يا رب يا رب يا الله. صباحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير. يسعد لي هالصباح، تعال اشرب القهوة. شو وين أمي؟ ما بعرف والله لسه نايمة يمكن. أمي مستحيل تضل نايمة لهالوقت، ليش ما فقتي شقيتي عليها؟ ما بعرف، قلت بعمل القهوة بعدين بفوت فيها. حطي القهوة أنا فايت شقة عليها. يلا. شبنا رويدة بدك تضلي قاعدة وساكتة وزعلانة هيك؟ الزعل ما بيفيدك مشان حليبك. كل الناس بتعيش وجع موت الأم مرة واحدة. إلا أنا حسيت أمي ماتت مرتين. الله يرحمهم ويجعل مستواهم الجنة، ادعي لهم. صدق يا ابن عمي اني زعلت على موتة مرت عمي اكثر ما زعلت على موتة امي. امي ماتت لما كنت صغيرة، ما كنت بعرف شو يعني امي، بس لما اجيت لعندك وامك عاملتني كاني بنتها فهمت شو يعني حنية. يا حوانتك يا مرت عمي الله يرحمها، كانت تحبك ولا تحبك اليوم وبحياتها ما حكيت عنك شيء. شو قلت لحالي؟ بكره بولد وهي بتفرح بحفيدها بتشوفه وبتربيه معنا، بس راح
فرحت قبل ما تشوفه وتفرح فيه. طولي بالك. وحدي الله وفوتي ردي يا الصغير، مو ذنبه حرام يعيش بهالزعل كله. الله يرحمك يا عمي ويحسن إليك. الله يرحمي، كسرتي ضهري. شو هدول؟ هدول لإلك أمانة. أمانة شو؟ أمك الله يرحمها. الله يرحمها. قبل ما تتوفى إجت لعندي على المحل واشتريت هدول مبرومتين. إمتى قبل ما تتوفى؟ بعد بيوم واحد من وقت اللي اشتريت الأسوارة من عندي. إجت لعندي جابت لي الأسوارة واشتريت هدول المبرومتين وخلتهم عندي لأنه ما كان معه مصاري تكفي حقهم. سمي ما جابت لي سيرة هالحكي بنوم. أمك اشتريت هدول الأساور مشان تنقطهم لمرتك بعد ما تلت. هدول الأساور إذا بتحب تكمل لي حقهم أهلا وسهلا، ما بتحب إيمتى ما بدك كمل لي الباقي. الله يرحمك يا عمي. الله يرحمك ويحسن إليك. هذا يا مرت عمي بس لأني خليت أيمن يجيب لك سوارة ذهب. ضحيتي بالهدية الوحيدة اللي جاب لك إياها ابني بس كرمالي.